السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم آخر أخبار فريق الوداد الرياضي. قبل البدء في التفاصيل، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وشكرا. طلب التونسي فوزي البنزرتي مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم من مسؤولي الفريق الأحمر برمجة معسكر إعدادي استعدادا لمواجهة السكمي موزا ليفواريا السبت المقبل برسم الجولة الأخيرة من دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا. وكشف مصدر ودادي مسؤول أن الفريق الأحمر سيسافر الخميس المقبل إلى مدينة مراكش استعداد بشكل جيد لمباراته ضد السكمي موزا التي يتعين عليه الانتصار فيها وانتظار تعادل أو هزيمة سيمبا ضد جوانين جالاكس البوتسواني. ويحتل الوداد الرياضي المركز الثاني بالمجموعة الثانية مناصفة مع سيمبا التنزاني، إلا أن النسبة الخاصة تصب في مصلحة الأخير، وحقق الوداد الرياضي ثاني انتصار له في دور المجموعات عصبة الأبطال بفوزه على جالاكسي أمس السبت في ميدان هذا الأخير بهدف لصفر، ليرفع رصيده من النقاط إلى 6 نقاط في انتظار نتائج الجولة الأخيرة للحسم في التأهل لدور ربع نهائي العصبة. وفي خبر آخر، حسب مصادر صحفية فإن مسؤولي الوداد الرياضي استغلوا تواجدهم ببوتسوانا واجتمعوا مع إدارة نادي غوانين جالاكسي من أجل تحفيز اللاعبين ماديا لتحقيق نتيجة إيجابية ولإطاحة خلال المباراة المقبلة التي ستجمعهم نهاية شهر فبراير الجاري أمام سيمبا التنزاني برسم الجولة الأخيرة، مشيرة أن مكتب البرناكي وعد مسؤولي الفريق البوتسواني بمنحهم مبلغا مهما في حالة تمكن الفريق من هزيمة سيمبا خلال المباراة الأخيرة.